السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان؟ كما كتشوفوا بناتي غدا البيم كالعاده، اليوم الجمعه ضروري ضروري نضرب دويره البيم. واخا رمضان ما كانش الفياق بكري، ولكن ضروري حاولت نفيق باش نصور لكم ونشوف لكن شي جديد. غنوريكم البنات الحويجات اللي جابوا اليوم كاملين. هانتوما البنات جابوا هاد الفريغو، هذا البنات بصراحه راه احسن من داك الفريغو. انا راه خديت هذاك الفريغو اللي كنت صورت لكم وراه ندمت عليه، كتبقاي تلوحي تلوحي وفي الاخر كتلفي اشنو كاين. هذا راه منظم، جابوا هاد الماطلات ديال بلاصه راهم زوينين. انا كون كانوا جابوا الكبيره كنت ناويه ناخذها، ساعه قال لي يقدر دابا جوج سيمانات تجي الكبيره. هادو البنات بقات عندهم من السيمانه اللي فاتت. جابوا هاد الفرنوات، جابوا منهم كثره، راهم بالغلاقه ديالهم زوينه. هاد الثمن ديالهم البنات هانتوما. هاد الفرن بحال هكا كيتحط فوق البوطاجي، راه الشكل ديالو زوين. وجابوا هاد الزرابي، هاد الزرابي راهم كبارين. جابوا تا ديال الكوزينه. هذا هو الفريغو البنات اللي قلت لكم، هاد الثمن ديالو راه باقي في الكارطونه. هادي التصويره اللي لاصقه عليه هانتوما البنات. جابوا هاد التيد، هاد ابي سي، جابو ديال 9 الكيلو. ما خديتوش لان ما ديتش معايا الكروسه فاش نجيبو، ما خديتوش. وهذا البنات راه زوين، هذا راه ريحته غزاله. هاد التيد ديال اوتوماتيك، ديال الماكينه اوتوماتيك، راه زوين هانتوما. هذا فايته واخده، هاد الثمن ديالو 129 درهم. وجابو هاد القطاعات، هادي على شكل بوعويضه، كاينه في الصفر وكاينه في الاحمر. كاينه زوينه بصراحه، ولكن انا خديت العام اللي فات دوك الثلاثه، راه صورتهم ليكم. هذه على شكل تفاحه اولا مطيشه، الاخرى على شكل بويضه. الشكل بصراحه ديالهم زوين. جابوا البنات هذه كتحكي فيها الثومه الكوزه، وجابوا البنات هاد الحكاكه، راه زوينه، منها حكاكه منها باطه، بحال هكا كتحكي شي حاجه وكتخليها فيها بحال هكا شي خيار ولا شي حاجه، ولا تحكي هكا شي بصيله تكوني باقا ما غاديش تخدمي بها كتبقى مغطيه. جابوا البنات هاد البريردات، هاد القطاعه ديال لافوكا او لافريز، كتخرج الشكل زوين. هادي هي ديال البيض. جابوا البنات هاد الميكسور، هذا روبو من نوع الصراد الليمون، منه مولينيكس طحانه، منه كلشي. جابوا هاد البريردات، هاد البريدات راهم زوينين البنات، دايرين 50 درهم. وجابو هاد الكوكوطات، هادو راه ديما كيجيبوهم، كاينه 8 يطرو كاينه 6 يطرو. ها البرد البنات هو هذا. وجابو هاد الطابيات، هاد الطابيات البنات الله يعمر ليهم الدار، راه عندي شي 4 سنين هادي في الكوزينه، والله العظيم لما صدقوا مخيرين. تا هما راه جابوهم باللوينات هانتوما، فيهم فريشيطه مصوره، فيهم فيها معلقه، فيهم 3 ديال الالوان هانتوما. هادي على الوين فيها شحال زوين. وجابو هاد السوبيره خديتها، وضروري انا من هذا فيما يتسرى ليا ناخذو. كاين هذا ديال الخزامة حتى هو. جابوا البنات هاد الكويسات، هذا بحال العصير. جابوا دوك ديال العنبة، ضروري كيكونوا عندهم. وعندهم هكا الخضرة، عندهم الديسير، بصراحة كلشي كاين، وأثمنة زوينة. جابوا البنات هاد العسل، بصراحه انا ما عمري ما جربته.
جابوا البنات هاد الصلايات، هادو راه ما خلاو حتى شي واحد يحلهم. وجابوا هاد السيرفيس ديال الكاسرونات، هادو راه الناس كاملين بصراحة جاو اليوم على ودهم. خمسة ديال الكاسرونات دايرين 6000 ريال، فيهم ثلاثة ديال اللوينات، اللوينات زوينين. وهادي البنات ديال البغرير، بانكيك، الكريب، بصراحة كيجي داكشي زوين. وحريشات، حريشات صغار تاهي بصراحة كتجي فيها زوينة. هاهما الكاسرونات البنات، ها الألوان اللي فيهم، هانتوما ها اللوينات اللي كاينين. وجابوا هاد البلاطوات، هاد البلاطوات ماشي اينوكس بحال شكل القصدير، بصراحة راه خفاف. جابوا منهم كمية كتيرة. وجابوا هاد الميكسور، منو عصارة، منو خلاط، منو كلشي. هاد البنات داير 6000 ريال، بصراحة راه زوين. هانتوما البنات، هادو هما الحويجات اللي شريت اليوم. عجبتني البنات هاد السوبيره بصراحه، كانت خاصه هاني وحيده صغيره على قد هاد القياس، وراها زوينه البنات. هاد السوبيره البنات دايره 70 درهم، راها زوينه والشكيل ديالها زوين، نخدمها في هاد رمضان. وخديت البنات هذا ديال اليدين، هذا راه ديما كناخدو، كاين بالخزامه، كاين بالزيتون، هذا فيه ريحه زوينه. وخديت البنات هادي ديال البيض، هادي راه جابوها السيمانه اللي فاتت، هادي دايره 4 دراهم. هادي زوينه، البيض كيهبط لتحت هانتوما، والصفر كيبقى هنا الفوق. هادي راه 4 دراهم. وخديت الفرماج للدراري، وخديت هاد لاصوص، هادي وصوني ليها الدراري ورانا جبتها. وهادو هما الحويجات البنات اللي خديت اليوم. ولعجبكم الفيديو ما تنساونيش كالعاده من ابوني ومن لايك، تخليوا لي التعاليق ديالكم. يلا البنات، بالسلامة عليكم.